صباح الخير والصحة والعافية عليكم، شلونكم؟ أحوالكم؟ مشتاقة لكم إن شاء الله. افتقدتوني، قلت وين فيديوهاتها؟ حقيقة شوية كان عندي ظروف، والحمد لله والشكر إن شاء الله عدى برحمة الله بخير وسلامة. الوالدة شوية كانت صحتها تعبانة، ولذلك ما قادرة أركز إنه أسوي بأي شيء. اليوم شغلتي سريعة وبسيطة وحلوة وتفيدكم كلكم. عندي بندق، لقيت باقي عندي بندق، انقذته هذا البندق من هالقد ما يعني من عندهم. هذا الباقي، هاي الكميه بس اللي باقي اشوفوها، اللي هي تقريب الكوب. وعندي موزتين باقيه من مجموع الموز اللي موجوده، تشوفون شلون حتى هي يعني مسود الغلاف مالتها، واللي هي تعتبر يعني احسن بافضل وضعيه، انه لما تبي تسود الغلاف مالتها وتتركز المواد الفيتامينات مالتها. مثل ما تشوفون هاي الموزتين مو كبيرة، يعني متوسطة تقريبا. وعندي كاكاو صديقي العزيز، وعندي دبس، وهذا الدبس أصلي من مكان زين. ايش راح نسوي من عندهم؟ راح نخبطهم ونطلع من عندهم فتشي، راح نشوف هذا الشيء شلونه وشنو هو وش قد طيب وش قد مفيد. نرجع نقول عندنا أربع شغلات، عندي بندق، وعندي موز، وعندي كاكاو، وعندي دبس. هسه راح نجي للخطوات البسيطة والسريعة. خطوة رقم واحد، بلندر أو طاحونة صغيرة كبيرة، محضرة الطعام بكيفكم. نحط هاي شوية البندق بيها ونضربها بالطاحونة ضربا مبرحا إلى أن تصير تقريب العجينة. هي أنتم شايفيها تصير مثل العجينة، لأن بيها هي مادة زيتية، فإذا نطحنها. هاي خطوة رقم واحد، واللي هي بسيطة وسهلة وسريعة. ممكن أن أي واحد، ابنك، بنتك، أختك، أو أنت وأنت دا تشتغلين، ممكن هسه شوفوني شلون صار. واو شلون صار، تقريبا هو مو عجينه لكن فتشي ناعم. ايش راح نسوي له؟ راح نحط فوقه الموزات مالتنا، هاي الاثنين نقشرها، وتقطيعه بسيطه وسريعه مثل ما دا تشوفون، حتى بدون تعب. هاي وانتي دا تشتغلين، طبعا ريحه الموز كلش طيبه، دا تشوفون هذا الموز. راح اقطعهن الاثنين وراح نخلطهن وياهن، ورا ما نخلطهن وياهن ايش راح نسوي؟ هسه راح نشوف. هسه طحناها ايضا طحنا مبرحا مثل ما تشوفون. شوفوا شلون صارت. طبعا ايش قد ما تقدرون تنعمون البندق يكون افضل، بحيث يكون سوفت جدا. ممكن تحطوا لها شويه فانيلا، انا مثل ما تشوفون هنا راح احط لها فانيلا. تقدرون تحطوا لها هيل، وتقدرون تحطوا لها مي زهر او مي ورد، الشيء اللي انتم تحبوا. بعد هذا ايش راح نضيف لها؟ راح نضيف لها الدبس. ايش قد نخلي دبس؟ ايش قد ما نقدر نخلي دبس بكميه قليله، بحيث نحس بشويه حلا. طبعا انا شويه راح اخلطها مع الفانيلا حتى تتوزع، وبعدين احط لكم دبس ارويكم اياه. راح احط لها الدبس، ممكن ايضا احط فد كميه قليله ونشوف الطعم اذا كان يعني الحلا، مستوى الحلا اذا مقبوله. اذا حبينا نزيدها ماكو مشكله. اذا بدنا نسوي هذا نفس الموضوع بس بدنا نسوي للكبار سن، للاطفال، طبعا الاطفال ممكن نعطيهم حلا اكثر، مثل يعني مثل ما تعرفون. عموما لازم يكون دبس او عسل اذا تحبون للاطفال او كبار السن عسل. يعني انا اعتذر، تدرون اني ما استخدم العسل لاسباب خاصه بي، يعني مو لشيء اخر. فممكن انه تستخدمون العسل او الدبس. انا راح احط هاي الكميه من الدبس واخلطها، وبعد ان تكمل الخلطه عندي راح اشوف مستوى الحلا. اذا حسيت انه انا محتاجه احط، اكيد راح اخلطها هسه بالدبس واراويكم المكون الاخير. راح نجي للمكون الاخير اللي هو صديقنا الكاكاو. طبعا انا احب الكاكاو جدا، وبالمناسبه الكاكاو طيب جدا، الكل يحبه، الكل يستخدمه بمنتهى بمنتهى مختلف انواع الحلويات والمعجنات. الكاكاو غني بفيتامين بي، انواع فيتامين بي. قد ما نقدر نشتري نوعيه كاكاو جيده، واكيد اكيد اكيد بدون سكر خام، ونوعيتها تكون يعني مقبولة عندنا. أنا بالنسبة إلي أنتو يعني هو ممكن تكفي ملعقة أكل مثل ما تشوفون، هاي يعني مليانة ممكن تكفي، واللي يحب يزيدها ماكو مشكلة. أنا بالنسبة إلي هذا أشوفه أوكي جيدة، فراح أخلطها وراح أشوف المكون النهائي إيش راح يطلع وشلون راح يطلع وشلون مستوى حلا، وراح أرويكم إياه. بعد أن خلطناه مع الكاكاو، طلعوا شلون طلع، شي يذكركم هذا بشنو؟ طبعا بما أنه حطينا كاكاو
كلش مهم لأي نوع من أنواع الحلويات وبالذات اللي بيها كاكاو إنه نحط رشة ملح. هذا الملح طبعا هو ملح الهملايا، ما نستخدم غير ملح الهملايا أو ملح البحر. رشة الملح هذه كلش مهمة ومفيدة. النقطة الأخيرة هسه هي كملت، بتشوفون أكو مناطق هنا موجودة يعني متجمعة، فرح أجيب السباتيولا أحرك هذه وأبدي أخلط في الدقيقتين، حتى بما أن المكونات كلها انحطت حتى تندمج كلها بشكل كامل، راح اخلطها واراويكم الخلطة النهائية واقول لكم هذه شنو. هسه خلصنا وطلعت عندنا النتيجة النهائية الرائعة اللي ريحتها تخبل، ومثل ما دا تشوفون كل سهولة راح افرغها وين، احطها بعب اي عبوة زجاجية عندي. انا يعني هنا عندي عبوة هاي فارغة مال عسل او اي عبوة زجاجية عندكم. هيجيش حصلنا نوتيلا طبيعية من مواد أصلية بيتية طيبة مفيدة مغذية، نقدر نستخدمها ويا أولادنا ويا أبهاتنا ونفسنا وإحنا مطمئنين ومؤمنين من كل تفاصيلها. بس شوفوا لي إياها، باعوها بتشوفون. طبعا السماكة أنتم تتحكمون بيها، ممكن أنه نقلل الموز، ممكن أنه نزيد الكاكاو، أيضا نسبة المرارة اللي بيها ونسبة مرارة الكاكاو أقصد ونسبة الحلاء اللي بيها. شو تستخدمين النوتيلا لشنو؟ كل استخدامات النوتيلا ممكن أن توظفين هاي النوتيلا بيها. ممكن تستخدميها كبديل للكريمة بين طبقات الكيك، ممكن تستخدميها لأي حشوة أنت تحبيها. الكميات اللي تريدون تسووها، أنا مثل ما شفتوا متبقي عندي شيء من الموز موزتين، وعندي كاكاو أكيد، وعندي دبس، وعندي البندق، هذا المتبقي من البندق. أنت ممكن أنه تسويها إذا عدد أفرادكم هواية، إذا أطفالكم يحبوها هواية ويأكلوها ويستخدموها، ممكن تخلي لهم إياها بالمدرسة على قطعة لوف أسمر، او حتى انه تمسحين بيها اللفات وتحطي لهم بيها يعني الماده الغذائيه اللي تريدين تحطيها باللفات، انت حره. بس تسوي كميه كبيره توفيك الاسبوع لشهر، هي ممكن انه تبقى بس بالثلاجه خصوصا الان بالشتاء، وهي مغذيه وتدفي. ممكن انه تستخدمين نص كيلو بندق، ممكن انه تستخدمين كيلو من الموز، هذا موضوع راجع لك مثل ما تشوفون. طبعا هسه هي بعدها حاره، لكن ما شاء الله كثافتها بديعه، من تبرد راح تصير كثافتها اكثر، وباي وقت ممكن نستخدمها. طبعا طعمها طيب جدا وريحتها ايضا جدا زاكيه، لانه حتى هي بالموز. هذه النوتيلا اتمنى كلكم تسووها، وراح نسوي النوتيلا بطرق اخرى من مواد صحيه اخرى مفيده داخل البيت. انا شفت انه النوتيلا هوايه موجوده باسواقنا وهوايه يشتروها الناس ويستخدموها. النوتيلا اللي موجوده بالمحلات هي اسمها نوتيلا بالبندق ترى، بس هي حقيقه لو تدورون تلقون انه هي ما بها بندق، هي بيها نكهة البندق، وبنفس الوقت هي بيها شكر ومواد غير صحية من بقايا النباتات. وصدقوا لو تدورون في بعض البرامج مثل هذا How to Made، يعني راح تلقون انه هي ما لها علاقة بما يوصف عن النوتيلا. اما النوتيلا اللي احنا سويناها فاحنا متأكدين من عندها ومن موادها. بس شوفوا لي اياها، وصحية وطبيعية وطيبة ومغذية وتفيد الجميع. اشتركوا بالقناة، حثوا أصدقائكم جماعتكم انه يشتركون ويسوون هاي المواد البسيطة الأساسية الأولية الصحية. ممكن انه اسوي النوتيلا اذا كان عندي مثلا ارد اسوي تخسيس وزن او رجيم، ممكن اسويها بدون دبس، اقلل نسبة الكاكاو واعتمد على طعم او الحلا الطبيعية او الطعم الطبيعي للبندق، وممكن احط بيها بعض القطرات البسيطة من العسل او الدبس حتى تكسر اي خط للمرورة موجود جاي من الكاكاو، وممكن استخدمها بهالحالة لتقليل الوزن، بس هي مادة غذائية انه استخدمها، او حتى للعشاء بدون تقليل الوزن مع
قطعة من اللوف الأسمر المحمص أو أي شيء آخر. أنتظر تعليق تسووها، وأنتظر تعليقاتكم واشتراكاتكم ولايكاتكم وتعميمكم للفيديو وللقناة. أشوفكم بخير، أدعو بالصحة والعافية لوالدتي، وإن شاء الله نستمر في فيديوهات تكون مفيدة وسهلة وسريعة لكم. مع ألف سلامة.